والله نحس في اللحظات هذه كثير من الاهتزاز. الثورة حررت تونس، الثورة جعلت بإمكان كل مواطن تونسي أن يترشح سواء لرئاسة الجمهورية، سواء للمجلس التشريعي، سواء لإدارة الشأن العام. هذا كنا نحلم به وكان يبدو حلم عصيب، الآن أصبح في متناول عموم التوانسة أنهم يشاركوا في تسيير الشأن العام، ويشاركوا في إدارة أولادهم، ويشاركوا في تقرير مصائرهم ومصائر أولادهم وأحفادهم. هذه لحظة مهمة من نجم الواحد كان يستحضر فيها تضحيات الأجيال، أجيال من المناضلين بالخمسينات بالستينات بالسبعينات بالتسعينات، وأخيرا توجت بتضحيات شهداء ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. من نجم الواحد كان يستحضر المعاني هذه كل، ومن نجم كان يحس بحجم الدين اللي عنده تجاه الأجيال من المناضلين، واللي يعني القضاء والقدر ما سمحها لهاش انها تعيش اللحظه هذه. ان شاء الله تكون تشوف اللحظه هذه من خلال اعيننا احنا. وان شاء الله ترشحك اعتمادا على شنو سي محمد؟ تزكيه خطيه. وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله اقول الاجيال اللي تعاقبت وناضلت ان شاء الله احنا نكون قد المسؤوليه وما نفرطوش في المكتسبات هذه. انا باختصار شديد، القانون الانتخابي يحدد اليتين للترشح او للتزكيه عفوا، يا اما اليه النواب أو آلية التزكيات الشعبية. أنا اخترت الطريق الأيسر واقتصدت في الجهد وما دخلتش في مزايدات. أنا زكيت من قبل 10 من الزملاء النواب يعطيهم الصحة، اللي هم على التوالي النائب جمال قرقوني، النائب منصف شيخ روحو، النائب نجلة بوريال، النائب محمد قحبيش، النائب شكري القسطلي، النائب محمود البارودي، النائب مهدي بن غربية، والنائب سليم بن عاصم، والنائب شفيق زرقي، والنائب رابح الخريف. حظوظي في النجاح، أنا في اعتقادي أن ترشحي يعبر عن توجه جديد، توجه ولد من رحم الثورة، توجه عاصروه التوانسة وشافوا التوجه هذا اللي قائم على الاعتدال والتوافق ووضع البوصلة في اتجاه مصلحة البلد. نجم تكون أنت الرئيس التوافقي؟ لحظة يا حبيبي، قلت أنا نعبر على توجه، هذا التوجه نحن نريد اختباره شعبيا، نريد اختبار شعبيته. احنا ما نحبوش توجه ما عندهاش رمزية تمثله، احنا نمثلوا الرمزية تاع التوجه اللي عبرنا عليه، وسنختبر هذا التوجه شعبيا. وأنا في تقديري أن حظوظي في الترشح لا تقل جدية عن أكثر الترشحات جدية. يعني موقفكم يعني من ترشح وزراء السياسيين؟ شوف 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 شوف، ثم ناس تتشكى من كثرة الترشحات، لكن هي اللي كثرت لنا الترشحات. احنا وقت اللي كنا نحاولوا نعملوا شروط للترشح سواء العمر سواء الجنسيه سواء غيرها، قالوا ها بدي الاقصاء. كما عملناش اقصاء بديت تشك من كثره الترشحات. كثره الترشحات هذه يسال عنها رموز النظام السابق لمترشحين، تسال عنها الترشحات الثمانينيه والتسعينيه في العمر، تسال عنها ترشحات التكنوقراط اللي ما عندهمش علاقه بالسياسه، لكن لا يسال عنها بالضروره او لا يسال عنها بالمره امثال محمد الحامدي، اللي هم وجوه كانت ملتصقه بالثوره. هاني جاي، كانت ملتصقه بالثوره وبينت قدرتها على اداره الخلافات وقدرتها على ايجاد التوافقات حينما كانت البلد على شفا حرب اهليه. انا نقول باختصار شديد، انا تعليقي على كامل الترشحات هني قلتها، لن اسمي اسماء ولن اجادل في حق اي مترشح ضمن له الدستور حق الترشح. شكرا. عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة ألموا ألموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت.